بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. يعني فنبارم صلى الله عليه وسلم صفم يغنى وفي غقادر نية شيء تحمفش جاري وصدق فرعت فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. ما فقس يأوى يعني سبحار بججق زفرام قيخي يأوى ملائك أخوت أوه يأوى يا زلم يأوى يا رب قيت يأوى قفى غباء وبركة فاش رعترم طبعا صدق أخون أو واجبات تثر صدقيت يغنى وقري غبادا يعني تحنفص قرع الترم فالتعوك بركة فريس فخنو يعني باروي الترم في غبا غنو عدرا رامتو طمعوي بالتام يعني بارا شغاد شغوله يعني تلفر أتلف زمر رول خوبا توحقع يعني يبارا بركة خمس بارك الله فيك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم